وحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. المصادر والقضايا مستمعين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا أخي إذاعة القرآن الكريم من الجزائر. لهذه الفترة الصباحية نسمات الصباح تخدمكم فيها إخراج وقراءة. هذه تحية مني أنا عبد المؤمن وأتواصل معكم بكم. وهو أشرف الشرفاء شرفا. فإذا أردت أن تعرف نصيبك